والمعلومات المراد الحصول عليها، فإن هذه الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي بهدف جمع البيانات وتحليلها واختبار الفرضيات، كما أن هذه الدراسة اهتمت بوصف المعلومات وصفا دقيقا والتعبير عنها تعبيرا كيفيا وكميا. كما أن المنهج في هذه الدراسة لا يقف عند جمع المعلومات لوصف الظاهرة، وإنما يعمد أيضا إلى تحليل الظاهرة وكشف العلاقات بين أبعادها المختلفة من أجل تفسيرها والوصول إلى استنتاجات تسهم في تحسين الواقع وتطويره. مجتمع هذه الدراسة تكون من كافة العاملين في شركة زين للاتصالات الخلوية بكافة المستويات الإدارية، والبالغ عددهم 700 عامل. أما عينة الدراسة فكانت عبارة عن 240 من الأفراد العاملين في المستويات الإدارية المختلفة، إلا أن المستلم من الاستبانات كانت 187 استبانة بنسبة بلغت 78% تقريباً، وخضعت إلى التحليل الإحصائي باستخدام برنامج الأسفل أساس. قبل التطرق إلى النتائج الفرضيات أو نتائج اختبار الفرضيات ونتائج البحث، أريد أن ألقي الضوء على بعض من الدراسات والأدبيات التي اعتمدنا فيها لتعريف المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والتميز المؤسسي في هذه الدراسة. في عالم الأعمال اليوم يلحظ تركيز كبير من منظمات الأعمال لجعل الأخلاق والسلوك الأخلاقي ممارسة مستمدة من ذاتية الفرد وليس مفروضة بحكم القانون والرقابة الخارجية، وتتوقع منظمات الأعمال أن تحصل على مزايا وفوائد عديدة جراء العناية الكبيرة والممارسة الفعلية لأخلاقيات الأعمال. هذه من هذه الفوائد، أول شيء الارتباط الإيجابي بين الالتزام الأخلاقي والممارسات الأخلاقية والمردود الاقتصادي والمالي الذي تحققه منظمات الأعمال، حتى وإن لم يكن على المدى القصير لكنه في النهاية سيؤتي نتائجه. ثانياً، إن تجاهل السلوك الأخلاقي وعدم الالتزام بالمعايير الأخلاقية قد يكلف منظمة الأعمال كثيراً، حيث يضع التصرف اللا أخلاقي منظمة الأعمال في مواجهة دعاوى قضائية أو حتى دعاوى جرمية. السلوك الأخلاقي أيضاً يعزز أو المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية تعزز السلوك الأخلاقي والالتزام به، مما يعود بالنفع على سمعة المنظمة على صعيد بيئة عملها المحلية أو الإقليمية أو العالمية. كما أن الالتزام بإخلاقيات الأعمال يضع منظمة الأعمال في إطار المصلحة الذاتية المستنيرة ويبعدها عن المصلحة الذاتية الدقيقة. كما أن الالتزام بالمعايير الأخلاقية أصبح ضرورة للولوج إلى الأسواق العالمية والحصول على شهادات التميز. هذه الدراسة اعتمدت على متغيرات المسؤولية الاجتماعية المتمثلة في حماية البيئة، في تكافؤ فرص العمل، مراعاة حقوق الإنسان والاهتمام أو مراعاة العادات والتقاليد. أما مفهوم التميز المؤسسي هو عبارة عن أو في هذه الدراسة تم التركيز على مفهوم التميز المؤسسي بناء على ممارسات المنظمة، حيث أن المنظمة المتميزة هي التي تركز ممارساتها على الفرص بدلا من التركيز على المشكلات. كما أن تفسير التميز المؤسسي على أساس تفوق المنظمات على مثيلاتها وعلى من خلال تحقيق أداء فوق توقعات على العملاء. أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بعد تحليل النتائج نتائج الاستبانات باختبار SPSS، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج. من أهمها تم الوصول إلى نتيجة أن هناك تأثير ذو دلالة معنوية للمسؤولية الأخلاقية متمثلة في حماية البيئة، تكافؤ فرص العمل، ومراعاة حقوق الإنسان واحترام العادات والتقاليد على التميز المؤسسي في شركة زين. أيضاً تساهم شركة زين للاتصالات الخلوية في الحملات الإعلانية الهادفة لمكافحة تلوث البيئة وترشيد استهلاك الطاقة. تشجع شركة زين للاتصالات الخلوية العادات التي تحث على مبادئ فاضلة وقيم سامية. تبني الإدارة العليا لشركة زين للاتصالات
الاتصالات الخلوية للأهداف الاستراتيجية المستندة إلى حاجات ورغبات العملاء لم يحظى على اهتمام عالي. سعي الإدارة العليا لشركة زين للاتصالات الخلوية باستمرار إلى تحقيق مركز تنافسي جيد ليس لم يكن بالمستوى المطلوب. لذا فمن إن من أهم التوصيات التي قدمتها هذه الدراسة هو حث العاملين والقائمين على شركة زين على الاهتمام بالمساهمة بشكل أكبر في الحملات الإعلانية الهادفة لمكافحة التلوث، تعزيز اهتمام شركة زين للاتصالات الخلوية بتوثيق كل ما يتعلق بالأفكار الخلاقة الخاصة بالعاملين والذين يشكلون الوحدة الأساسية في الشركات المعاصرة، ضرورة اهتمام الإدارة العليا لشركة زين للاتصالات الخلوية بتبني الأهداف الاستراتيجية المستندة إلى حاجات ورغبات. شكرا جزيلا. سوزان أبو حلاوة على هذا الموضوع الحقيقة حيوي جدا في هذا الوقت. المفروض أن تبدأ المنظمات تنظر إلى هذا الموضوع بعناية، كون المسؤولية الأخلاقية أصبحت أحد العناصر أو أحد المزايا التنافسية التي يجب أن تتمتع بها المنظمات. الآن جاء دور الأستاذ الدكتور عبد العزيز أحمد الشرباتي من جامعة الشرق الأوسط ليتفضل ويلقي بحثه الموسوم Human Capital Indicators within Middle East University. فليتفضل. لما بنحكي على الهيومن كابيتال بنحكي على البرين باور، سواء كان هذا البرين باور عند الافراد او موجود في المنظمه. لكن اذا رحنا لتعريف الانتلكتشوال كابيتال بنعرفه انه عباره عن individual knowledge and skills at the same time it is individual property it is not owned by the company but it can be rented for the company and for other organizations. And finally, when the worker or the employee leave the company, when the worker or the employee leave the company at 5 o'clock, the human capital leaves with him. Finally, some people define human capital as the brain power. It makes the difference between organization and other organization, between employee and other employee. Okay, the purpose of this company is to investigate the effect of the human capital indicators on the Middle East University business performance. For the purpose of this study, the current study attempts to find the impact of human capital elements قسمناها لثلاث أقسام: learning and education, experience and expertise, innovation and creation. Okay, what's the scope and importance of this study? A better understanding of the human capital can be beneficial not only for the Middle East University, but also for other organizations, institutions, and whether they are private or government, public or private institutions. At the same time, the content of this study may be
important or useful for academic people and for scientific people. The questions, the main question is there any effect for human capital on Middle East University business performance? Of course, the human capital is divided, as we said, as I said, for three indicators. So the main hypothesis or the main question can be divided into three sub-hypotheses. First, learning and education. Is it affect the Middle East University business performance? At the same time, experience and expertise. Is it affects the business performance of the Middle East University? Finally, innovation and creation. Okay, from these questions, we can derive the hypothesis, the same, and we can go for the next slide, which we'll see the human capital, it affects the business performance, learning and education affects business performance, experience and expertise, it affects business performance. The design and approach of this study, 106 students out of 3,017 students, bachelor and master students, we investigated their perception about the university by the questionnaire. Social statistical or social statistical techniques, we have used descriptive analysis, t-test, ANOVA test, correlation, multiple regression, and stepwise regression to compare reliability and validity. We used Kolmogorov-Smirnov, Rundbach's alpha, and also we used factor analysis. The results for the main variables, learning and education, it was 3.13, which was okay and accepted within the average. The experience and expertise due to high turnover in the university, it was a little bit below the tabulated, below the normal, and the innovation and the creation also was below the normal, or was below the average. The total human capital also was within the average, three exactly, but the future orientation or the business performance itself, it is 3.25. Testing the hypothesis. The correlation between the three sub-variables was strong. At the same time, they were having strong relation with the business performance. This thing the hypothesis, there was high correlation between human capital and business performance, while if we go for each sub-variable, we see only learning and education, experience and expertise having high relation with business performance. This is it. Let us go for conclusions. We see that the human capital have direct impact on Middle East University business performance. At the same time, we see learning and education have impact. At the same time, or finally, the experience and expertise. Why innovation and creation does not have high performance, high effect on the business performance. It's enough. Thank you very much. Shukran jazeeran, Mr. Dr. Abdul Aziz Ahmed Shawadi, على التزامه بالوقت وتقديم بحثه لأنه موضوع اليوم indicators أصبحت تشغل الكثير من الباحثين حول طريقة القياس للhuman capital. شكرًا جزيلًا. الآن جاء دور الأستاذة آية الموجودة. موضوعها هو البعد الأخلاقي
لتنمية رأس المال البشري من خلال الأعمال من فلسطين، جامعة فلسطين الأهلية. فتفضل. مشكور. جامعة الزيتونة. اعتمدت في البحث على المنهج المصادر العلمية اعتماد على المنهج الوصفي لتوضيح الأطر النظرية والمنهج التحليلي في تقديم نموذج مقترح. هل تشهد ممارسات بيئة العمل المنظومات الأخرى على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الوقت الحاضر الكثير من الخروقات التي نتجت عن ضعف الاهتمام بالأسس والمعايير الأخلاقية في ممارسات الكثير من المنظمات والموارد البشرية وأنشطتها، والابتعاد نوعاً ما عن النظر أو حتى التفكير بالمحددات الأخلاقية؟ أدى هذا الانحراف الأخلاقي في المنظمات إلى إبكاء روح الأنانية بين المنظمات والعاملين على حد سواء، والتمحور حول الذات كأفراد ومؤسسات، مما أدى إلى زيادة حدة التوتر والصراعات داخل المنظمة الواحدة وبين المنظمات أيضاً وخاصة الأضحية منها. هذه التجاوزات خلقت تساؤلاً كبيراً وهو كيف يمكن بناء نظم إدارية تحكمها الأخلاق الفاضلة وذات بعد اقتصادي وأخلاقي في نفس الوقت، تجنب الوصول إلى أبعد مما وصلت إليه هذه المنظمات ومواردها البشرية، لعل الأزمات الأخيرة في المنظومة المالية العالمية لأكبر دليل على ذلك. هذه المنظومة الأخلاقية التي قد تدعم منظومة الرقابة الإدارية والقانونية الموجودة وتساعد في الوصول للتنمية المستدامة في كافة المجالات. أهداف الدراسة: أولاً تقديم إطار مفهومي لمقومات بناء المنظمة ومواردها البشرية الأخلاقية والمزايا التنافسية لذلك، عرض تصور لطبيعة الممارسة الأخلاقية للمنظمات ومواردها البشرية الأخلاقية، إبراز أهمية وجود منهج للأخلاقيات المهنية في مجال تنمية الموارد البشرية ودوره في تكميم المهني السليم للعاملين، لإعداد جيل من الموارد البشرية المؤهلين تأهيلاً خلقياً بجانب تأهيل المهني والقادرين على تحمل مسؤوليات الحياة العملية. تقديم نموذج مقترح للربط بين أبعاد المنظمة والموارد البشرية الأخلاقية والأبعاد الأخلاقية التنافسية يساعد المنظمات الوصول إلى موضوع الأخلاقيات الأعمال. أخلاقيات الأعمال لابد من تعريف الإطار النظري للبعد الأخلاقي المقارنة مع الممارسة العملية على أرض الواقع. الأخلاق في الإسلام هي عبارة عن المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان على نحو الحقر الغاية من وجوده في هذا العالم على الوجه الأكمل. تميز هذا النظام الإسلامي في الإخلاق في الأخلاق بطابعين: الأول أنه بطابع إلهي بمعنى أنه مراد الله سبحانه وتعالى، الثاني أنه بطابع إنساني أي للإنسان مجهود ودفع في تحديد هذا النظام من الناحية العملية. ميثاق الأخلاقيات بيان بالمثل وقواعد السلوك المهني الذي يعمل كخطوط إرشادية للسلوك الذي ينبغي اتباعه من جانب أعضاء الجماعة، وهي ليست تعبيراً خيالياً وإنما هي منهج واقعي يستمد قيمه من واقع الإنسان باعتباره أحد أفراد المجتمع وعلى المستويين الفردي والاجتماعي، وهي تؤكد حرية الإنسان وإرادته في الاختيار وفاعلية الرقابة الذاتية وتحمل المسؤولية. الفرد هو طبعاً مسؤول عن أمله وعن شخصيته محقق في المنفعة العام لمجتمعه. أهمية الأخلاقية: الأخلاق أهم عوامل حفظ الأمن في المجتمع والمنظمات. التعامل على أساس الأخلاق يعطي الإنسان شعوراً بالسعادة وحسن الأداء والإنجاز. فوائد ممارسة أخلاقيات المهنة: تساعد في إدارة القيم المقترنة بإدارة الجودة والتخطيط الاستراتيجي، تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي والإنتاجية من خلال بناء قنوات حوار مفتوحة والتعامل الواضح بين الأفراد في نفس المؤسسة، تعزيز صورة المؤسسة ورسالتها في المجتمع، الانسجام بين السلوك الفردي وقيم المؤسسة من خلال تقوية الترابط المنطقي والتوازن الثقافي للمنظمة، منح الشرعية للأفعال الإدارية.
البعد المالي لأخلاقيات العمل. في إطار الربط بين الجوانب الأخلاقية للمنظمة وأدائها المالي، تشير دراسات إلى أن المنظمة التي تتبع في ممارسة أعمالها قاموساً أخلاقياً واجتماعياً حققت نتائج تفوقت فيها على المنظمات التي لا تمتلك مثل هذا القاموس. وأشارت الدراسة التي قامت فيها مركز وفر للبحوث إلى أنه عندما يتساوى السعر والجودة، فإن من 2 إلى 3 من الزبائن يشيرون إلى ضرورة التحول إلى علامات تجارية تابعة للمنظمات لديها مسؤولية أخلاقية واجتماعية. بذلك يمكن استنتاج حقيقة مفادها أن الالتزام بالأبعاد الأخلاقية في ممارسة الأعمال يسهم على نحو مباشر وغير مباشر في تحقيق هدف تعظيم الثروة بمفهومها المادي والمعنوي وإلى النجاح واستدامته. المنظمات الأخلاقية والمزايا التنافسية. توجهت جهود الباحثين في هذا المجال على نحو تحديد ما يميز المنظمة الأخلاقية، فقد أشار البعض إلى أن المنظمات الأخلاقية هي المنظمات ذات الاستقامة الأخلاقية العالية، وهي التي تمتلك بالخصائص متميزة تمثل في الآتي: احتفاظها برؤية واضحة عن الاستقامة نحو الجهات الخارجية، ويتم إقرار وتنفيذ تلك الرؤية من قبل الإدارة العليا بمرور الوقت. يتم تحديد أنظمة المكافأة في المنظمة طبقاً لرؤية الاستقامة في المنظمة. يتم تحديد السياسات والممارسات في المنظمة طبقاً لرؤية استراتيجية تسود المنظمة حالة من الفهم، وهي أن القرارات الإدارية المهمة تضمن أبعاداً أخلاقية والبعد الاجتماعي من خلال تحمل المنظمات مسؤولياتها الاجتماعية والبيئية والإنسانية. كيفية تحقيق البعد الأخلاقي؟ يجب على الإدارة العليا استخدام موقعها القيادي لتجسيد البعد الأخلاقي ضمن القيم التي يركزون عليها، طبعاً هي القدوة الحسنة. يجب عليهم تمثيل القيم الأخلاقية في رسالة المنظمة وأهدافها. يجب عليهم تفعيل مباشرة القيم الأخلاقية بصورة علنية وعملية، إذ يتعين عليهم أن ينفذوا عمليات التعيين والفصل وتوزيع الحوافز والمكافآت والتقييم من خلال التزام بالقيم الأخلاقية. يتوجب على المدراء أن يكونوا قادرين على التفكير بوعي تام في التداعيات الأخلاقية لقراراتهم المتخذة في المنظمة كسبيل لبناء المنظمة الأخلاقية. المنظمات الأخلاقية والمزايا التنافسية. يجب التأكيد على محتويات ذلك السلوك والمتمثلة في الآتي: الصدق، الاستقامة، الاحترام، الثقة والأمانة، المسؤولية والمواطنة. الهياكل الأخلاقية تضمن مجموعة من الهياكل من الفقرات التنظيمية المتمثلة: اللجان الأخلاقية، المكاتب الأخلاقية، التدريب الأخلاقي وآليات الإبلاغ. نموذج لعمل المنظمات أخلاقياً: أخلاقيات الموارد البشرية، أخلاقيات الإدارة، وجود الأنظمة والهياكل التنظيمية والوظيفية. المزايا التنافسية الأخلاقية: الحاجات المستحقة، المنتجات المأمونة، المعلومات الوفيرة. التوصيات: الاستثمار في الموارد البشرية وخدمة المجتمع لابد من السعي لإيجاد التكامل فيما بين المفاهيم الأخلاقية والأفعال اليومية في إطار مؤسسي لوصف أو تحديد التوجهات المختلفة للاهتمام بالأخلاقيات في المنظمة. يشير إلى ضرورة الاستفادة من المنظمات العربية من وجهة النظر الإسلامية فيما يتعلق بأخلاقيات الموارد البشرية والأعمال، والاستفادة مما أشار إليه الإسلام في موضوع الأخلاق، بل وراء استراتيجية فلسطينية ودولية من خلال تعاون كل القطاعات لتنمية مواردنا البشرية، بما يتضمن استمرار ميزة تنافسية لرأس مالنا البشري من منظور إنساني وأخلاقي يتفق ثقافتنا وتاريخنا وإنسانية قضيتنا. ضرورة إنشاء تجمع على شكل هيئة للموارد البشرية من كافة القطاعات الفلسطينية والدولية، مهمتها صياغة استراتيجية محددة لتنمية هذه الموارد وتطويرها، وضع برنامج سنوي من خلال هذا المؤتمر. ضرورة تبني مدونة للممارسات الجيدة في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية، ونقترح مسودة مدونة للسلوكيات الجيدة في مجال إدارة الموارد البشرية الفلسطينية الدولية. شكراً جزيلاً للباحثة على التزامها بالوقت وتعميقاً لموضوع البعد الأخلاقي مما ورد في المحاضرة الأولى. أصبح الموضوع اليوم البعد الأخلاقي من المهام الأساسية التي يجب أن تلتزم بها كل المنظمات سواء كانت إنتاجية أو خدمية. فشكراً جزيلاً للباحثة. جاء الآن دور الأستاذ الدكتور عبد الغفور. حقيقة لم يحضر لأنه ظرف عنده طارئ لم يصل. دور الأستاذ الدكتور طارق الحاج.
الاستاذ الدكتور طارق الحاج. والله ما جاز بيها اصبعك وما عكس بيها. على كل حال. يليه قد يجي هو. الاستاذ المساعد الدكتور ماجد محمد صالح. ايه. نعم. يقدم بحثه الموسوم رأس المال الفكري وأثره في تحقيق الرقابة على الجودة. الأستاذ دكتور ماجد من العراق من المعهد التقني الموصل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. شكرا للسيد رئيس الجلسة أعزائي الحضور الكرام، اسمحوا لي أن ألقي على مسامع حضراتكم الكريمة مختصرات بسيطة جدا لبحثنا الموسوم أمامكم. اسم هذا البحث في حقيقة الأمر الجهد قد لا نستطيع أن نعبر عنه بعشر دقائق فقط، ولكن هذا حكم الجلسة والوقت المتاح. بدءاً نحاول أن نركز على صوتي، أرفع صوتي، يعني إذا كلش أرفع صوتي، إذا يعني السماعة واللي ما يسمعني على وهم يقول لي انزين. نعم، ركز على دراستنا الحالية الحقيقة على متغيرين أساسيين ورئيسيين، ألا وهما رأس المال الفكري بمكوناته الأساسية والرقابة على الجودة الشاملة بمتطلباتها الضرورية، لما لهذين المتغيرين أهمية بالغة وقصوى في تحقيق المنظمة المنتجات بالجودة المطلوبة ومن المرة الأولى وبأقل من عدد من المعيب والمعاد والمنتجع والفاقد. وعلى هذا الأساس الحقيقة العديد من الدراسات تؤكد على الأنظمة الإنتاجية التي تحقق التطبيقات بعيدا عن إيلاء الاهتمام الواسع للأساليب والطرق الكفيلة لبلوغ هذه الجودة أو هذا التحسين أو هذا التطوير. وعلى هذا الأساس تناولنا الرقابة على الجودة الشاملة كمفهوم يعزز ويطور، وأشار في ذلك الحقيقة العديد من العلماء ومنهم فيكنبوم في مقالة نشرت في هارفارد بزنس ريفيو أواخر عام 56 كانتقالة من الفحص والتفتيش إلى ووسيلة للاستجابة لطلبات الزبائن إلى جعل الرقابة على الجودة الشاملة مسؤولية الجميع وكنواة لإدارة الجودة الشاملة التي اعتمدت لاحقا من قبل العديد من الباحثين ومنهم جوران أو ديمينغ أو إيشيكاوا إلى آخره. انطلاقا الحقيقة من هذه النظرة بدأنا يعني نسعى أن نحقق هذه الدراسة التي نراها ضرورية وخاصة في يعني الوقت الراهن وفي البيئة العراقية تحديدا، نظرا للتغيرات التي تتميز هذه البيئة الحقيقة بتغيرات شديدة مما يستوجب معه العمل بسرعة أعلى وتقديم المنتجات منذ الوهلة الأولى بشكل صحيح وسليم لإمكانية مجاراة المنافسين التي تعج بهم الآن الأسواق العراقية. وعلى هذا الأساس جاءت هذه الدراسة من هذا المنطلق. أما فيما يخص مشكلة الدراسة ومسبباتها، الحقيقة تبين قام الباحث وكما يعلم السيد رئيس الجلسة وكان أحد يعني الأعضاء الرئيسيين في مجلس الإدارة لهذه الشركة أن هناك بحوث عديدة نتوجه بها لهذه الشركة، أولا لاستقبالها وثانيا لتطبيقها العديد من الأنظمة الإنتاجية ومنها الكاد والكاب، كنا نتحدث في هذا الموضوع. ولكن عندما تطبق شركة معينة العديد من الأنظمة الإنتاجية قد لا تستطيع أن تمسك أكثر من تفاحة واحدة، يعني أكثر من تفاحة بيد واحدة. فعلى هذا الأساس تبين من الدراسة الاستطلاعية التي قام بها الباحثان للشركة تبين بأن هناك مفاهيم لدى الشركة عن رأس المال الفكري وماذا يعني هذا رأس المال كمفاهيم عامة، وأيضا الرقابة على الجودة الشاملة التي تعتمد الشركة باستمرار على التأكيد على تطبيقها. ولكن يعني قد في بعض الأحيان بعض من الظروف الغير طبيعية سواء ما كان العامل السبب الشخص القائم بهذه العمليات، وهم حقيقة يعتمدون تحديدا في الخطوط الإنتاجية أن يعتبرون المرحلة اللاحقة هي مرحلة أساسية من الرقابة على الجودة الفورية الشاملة ويعتبروها رقابة فورية على المرحلة السابقة لها. هناك متابعة لهذا الموضوع، ولكن في التطبيقات قد تختلف هذه الأمور. الحقيقة هذا ما حفزنا إلى أن نقدم هذه الدراسة نتناولها، فضلا عن أنه لم نشاهد هذين المتغيرين معا في دراسة محلية مما حفزنا إلى تناولها.
أكيد يعني من يكون الموضوع يبحث رأس المال الفكري وأثره في التحقيق يعني الرقابة على جودة الشأن راح يكون الهدف أنه نبحث هذه العلاقة التأثيرية ونشوف مدى هذا التأثير. أما يعني الأهداف الفرعية الأخرى اللي ممكن نتناولها، إحنا مجرد أنه نبني إطار نظري وتأسيس مفاهيمي للمتغيرين رأس المال الفكري بمكوناته والمتطلبات يعني الرقابة بمتطلبات أساسية قد تكون إضافة لإرساء الأركان الأساسية لهذين الموضوعين سواء على مستوى دراستها أو الدراسات اللاحقة. فيما يخص أيضا الجانب النظري والميداني للدراسة، نؤكد من خلالها على أنه نقدم دراسة متواضعة للشركة والشركات المماثلة قد تخدمها يعني لاحقا. أما بالنسبة إلى علاقات الارتباط والتأثير فهذه فرضت من خلال منهجية الدراسة والأسلوب المتبع، وأكيد نسعى إلى أن نقدم العديد من الاستنتاجات نصل إلى نتائج يعني تمكننا من تقديم استنتاجات نبني عليها لاحقا التوصيات التي نراها ضرورية الحقيقة للشركة المبحوثة والشركات المماثلة. يعني فيما يخص الأهمية، أهمية الدراسة مجرد إحنا يعني نبحث هذين الموضوعين ونحاول قدر الإمكان أن نطلع الدراسة تمكننا من الشخص ونحلل المتغيرات بمكوناتها الفرعية والأساسية وقياسها ويعني نظهر بنتيجة معينة، نحاول أن نقدم ما يعزز أداء الشركة للأفضل هو قد يعزز من أهمية هذه الدراسة. أما فيما يخص نموذج البحث الافتراضي أو نموذج الدراسة، يعني ذهبنا باتجاه أن يكون يعني المتغيرات إذا ركزنا على المتغيرات الأساسية والرئيسية حتى نستفاد من الوقت، لأنه ما ممكن أنه نعرض كل اللي موجود وخاصة الجانب النظري. مكونات رأس المال الفكري، العديد من الدراسات تؤكد يعني المرجعية، العديد من الدراسات المرجعية تؤكد على ثلاثة مكونات أساسية ورئيسية اللي تلاحظوها أمام حضراتكم، اللي هو رأس المال البشري اللي هو يعتبر المنطلق الأساس لكافة الأنظمة في كافة مجالات. لولا هذه الإمكانات والقدرات الموجودة لدى البشر من غير الممكن وصول ما نحن عليه الآن سواء هنا أو في أي مكان أي بقعة من العالم. رأس المال الهيكلي وغير المنطقة لا تكون هناك إجراءات وعلامة تجارية وخطوات وبنى تحتية للشركة لكي تؤدي عملها ومهامها. رأس المال الزبائن من خلال التفاعل الإيجابي والبناء وإعطاء دور للزبائن للمساهمة في تقديم منتجات على وفق رغباتهم وممكن خالية من العيوب ومنذ الوهلة الأولى وبأقل إلى آخره. أما ما يعني قد لا يكون جديدا طرح في العديد من الدراسات، الآن هذه دراسات قليلة الحقيقة اللي تناولت رأس المال الاجتماعي، رأينا نحن كباحثين ومن خلال مناقشات عديدة حتى يدخل مع السيد رئيس الجلسة أنه التفاعل الإيجابي فيما بين الأفراد اللي هو كان يعني المرتكز الأساسي لتكون فرق العمل الجماعية حفزنا وبإلحاح أن نتناول هذا المتغير ورأس المال الاجتماعي وندخل بهذا النموذج. فيما يخص الرقابة على الجودة الشاملة، الرقابة على الجودة الشاملة هي ليست وليدة هذا اليوم، وإنما منذ نهاية خمسينات وستينات يعني القرن الماضي تناولوا العديد من الباحثين الانتقال من مثل ما بينا قبل الأحرار أنه ننتقل من الفحص والتفتيش وقسم خاص بالسيطرة النوعية إلى الرقابة على الجودة الشاملة من مفهوم الشمولية والمشاركة الجماعية، بل يذهبون اليابانيين إلى الانغماس في هذا العمل من أجل التكاتف لتحقيق الأفضل، وأكيد راح ننتقل من يعني العمل الفردي إلى العمل الجماعي. أما فيما يخص المتطلبات الأساسية والرئيسية، عرضت العديد الحقيقة من المتطلبات، إلا أننا رأينا يعني من خلال الدراسات الميدانية ومن خلال أكثر من بحث في هذا المجال أنه من تنطلق هذه المتطلبات من مفهوم ومضمون الرقابة على الجودة الشاملة. من غير المنطق أن نتحدث عن الرقابة على الجودة الشاملة وتقديم منتجات خالية من العيوب ومنذ الوهلة الأولى وفي كل مرة وأن لا يكون هذا الموضوع شامل. لا يمكن أن يطبق نظام الرقابة على الجودة الشاملة في قسم واحد أو في وحدة واحدة أو من قبل مجموعة معينة من الأفراد دون الآخرين، لأن الحقيقة هذا العمل هو جماعي ومشترك ومترابط ومتكامل، لابد من اعتماد التكاملية قدر الإمكان والمشاركة الكلية والشمولية من أجل بلوغ هذا المستوى. الوضوح يعني يؤشر وضوح مقاييس الرقابة من خلال يعني شرح ذلك للأفراد جميعا القائمين بذلك وتدقيق ذلك وإقناع الأفراد في ذات الوقت بأنه
حتى عندما نقيس أداء الأفراد، هو أكيد من ضمن الرقابة التي تشمل الأفراد هم اللي يؤدون هذا العمل، يقاس أداءهم، فعندما يقاس أداء هؤلاء الأفراد يكون ذلك مساهمة ممنون، يكون ذلك مساهمة لتطبيق الرقابة على الجودة الشاملة بشكل صحيح وسليم. الدقة والموضوعية سوف تبنى على هذه القرارات أو على هذه العمليات اللي تم تدقيقها اتخاذ قرارات حاسمة، ولهذا يجب أن تكون الرقابة دقيقة وموضوعية وواضحة أمام الجميع، ونستعين بالخبراء من أجل وضع هذه المتطلبات. سرعة اكتشاف الأخطاء، ما قيمة الخطأ بعد استفحاله؟ إذا انتهى الموضوع حتى لو كان على مستوى الأزمات يفترض أنه دائرة لنقلل قدر الإمكان من شدة الآثار السلبية لهذا الموضوع، ولهذا السرعة حقيقية أساسية وضرورية على أن لا يرتكب من يكتشف هذا الخطأ ويعتمد السرعة من أجل أن يخطئ أكثر. ولهذا اليابانيين يعني يعطون العامل حرية إيقاف الخط عندما يشعر بوجود خلل معين، ولكن هذا لا يعني أنه كلما توقع العامل بأن هذا الخطأ قد يستبحر بشكل كبير ولا يكون متأكد أن يجري عملية الإيقاف. الاستمرارية لا قيمة لأي نظام إنتاجي خدمي إداري أن يكون لمرة واحدة أو حتى لو كان على مستوى الريادة. نذهب مباشرة باتجاه بسرعة يعني على عجالة إلى الفرضيات، يعني هذه تحصيل حاصل عندما نتعامل نص دقيقة، يعني إذا ممكن من دكتور عبد الغفور تعطيني نص دقيقة. ممنون. أروح الاستنتاجات، يعني الفرضيات هي تحصيل حاصل، نبحث علاقات الارتباط والتأثير والتباين لمعرفة متغير، كل متغير من المتغيرات المستقلة عندما يدخل جدا يأثر في المتغير التابع، وظهر عندنا يعني لاحقا بعدين هسه راح نتحدث بسرعة على الاستنتاجات والتوصيات. يعني فقط في الجانب التحليلي للدراسة تبين أنه رأس المال الزبائن هو العفو البشري هو الأكثر يعني استجابة من خلال الآراء ومن خلال علاقات الارتباط والتأثير، ورأس المال الاجتماعي الثاني لم يكن هناك دور كبير لرأس مال هيكلي بالرغم من ضرورته. أما فيما يخص الاستنتاجات والتوصيات، يعني ما في مجال دكتور قفلتها نهاية زين، يعني ركز أكيد يعني ركز مفهوم رأس المال الفكري على الأمن المنساب، واللي هي ضرورية وأساسية لكل شركة، ولهذا يجب أن يكون التركيز أولاً على رأس المال البشري اللي هو محور رأس المال الفكري، ومن هنا انطلق من خلال اهتمام برأس المال الفكري بشكل عام لتحقيق يعني التفوق على المنافسين. في نفس الوقت للرقابة على الجودة الشاملة دور محوري أساسي في إنجاح أنظمة الإنتاج المختلفة، ويؤكد في اليابان بأنه الأساس في اعتماد إدارة الجودة الشاملة، ولهذا يجب إلى اهتمام أكبر وتحديدا في الشركة. أما فيما يخص الإجابات المبحوثين وعلاقات الارتباط والتأثير فقد أكدت إيجابيتها، ولكن كانت تحتاج إلى اهتمام أكثر، وكذلك الحال بالنسبة إلى تحليل الحدار اللي بين أن رأس المال البشري هو كان الأكثر تأثير، وبلغ 47 بعد أن أدخل المتغيرات أخرى تبين الاجتماعي جاء بالمرتبة الثانية من حيث التأثير ورفع النسبة إلى 71%. التوصيات أكيد أنه للدور المحور رئيس المال في أنشطة كافة، هذا مما يعني يؤكد ويدلل على ضرورة إلى اهتمام أكبر سواء من خلال الشركة أو الشركات الأخرى، وفي نفس الوقت لدور الزبون في أيضا حتى على الرقابة على الجودة الشاملة أو رأس المال الفكري يجب أن تكون هناك علاقات إيجابية مع الزبائن لدورهم الفاعل والحقيقي، خاصة الدراسات الحديثة تؤكد على دورهم ومشاركتهم حتى في القرارات التي تتخذ، ولهذا لا بد أن تستثمر الشركة المبحوثة قدراتها الفكرية وفي مجال قدراتها الداخلية في مجال الرقابة من أجل قدم منتجات خالية من العيوب منذ الوهلة الأولى وبأقل كمية من الفاقد والمرتجع والمعيب والمعاد في المرة الأولى والمرات كافة. شكراً للسيد رئيس الجلسة وعذراً لهذه العجالة لا أملك غير خيار آخر. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً للدكتور ماجد محمد صالح على حسن تقديم هذا الموضوع الحيوي، لأنه هذا الموضوع الحقيقة بالنسبة للجودة الشاملة أصبحت الآن يعني موضوع العصر. الآن جاء دور الدكتور مرغاد الأخضر من الجزائر موجود. موجود. إذن سوف ننتقل إلى الدكتورة نورية ليح جبولي في موضوع حيوي ومهم حول الشفافية الإدارية وتأثيرها
على القوى العاملة في المنظمات الفندقية في مدينة عمان، الدكتورة نورية من جامعة الزيتونة الأردنية، لها باع طويل في الفنادق والسياحة، تعتبر بالدرجة الأولى تعتمد اعتماد كلي على العاملين قوة بشرية، لأنه أثبتت جميع الدراسات كل كان المال أن أبني فندق ممكن يكون مو فندق عادي وإنما برج من 20 طابق متميز بأجنحة خلابة، كل ما كنت أمتلك المال لما استطعت أن أوجد الأشياء المادية المتميزة. ومثال دائما نطرحه الى طلابنا في قسم الاداره الفندقيه العام في عمان، انه عندنا على شارع واحد على جوار واحد فندقين من سلسله عالميه معروفه فور سيزن والشيراتون، واثنينهم لهم سمعه عالميه لا تقدر، بالاحرى تعتبر من الفنادق المتميزه. الفندقين موجوده واحد امام الاخر، ولكن يجب ان يكون هنالك بيانات متميز ممكن يتفوق في احدهما على الاخر. تفوق الأول عن الآخر أي الشيراتون عن الفورتيزن أو العكس يعتمد في الدرجة الأولى على نوع العمالة أو العاملين الموجودين بهم. دراسات متعددة تثبت أنه إحنا نستطيع أن نستخدم عدة أساليب حتى نكون عمالة ماهرة نستطيع أن ننافس فيها، فأصبح العامل في الفندق عنصر تميز للمنافسة ما بيننا وبين الآخرين. لكن أن أدرس الشفافية الإدارية كعنصر يخلي هذه العمالة كفوءة ذات خبرة ماهرة متميزة عن الآخرين، هو هذا في الحقيقة فكرة البحث الموجودة. حاولنا أن نكون مشكلة للبحث عبارة عن تساؤلات، هل تستخدم الإدارات الفندقية أسلوب الإدارة الشفافية الإدارية؟ وإن استخدمت هذه الأسلوب، هل هو بقصد أن نرفع من مستويات العاملين عندنا ونجعلهم أكثر خبرة أكثر مهارة بأن نوصل لهم المعلومات ونكون بوضوح معهم؟ وكذلك هل هذه الأساليب نافعة في أن ترقى بهذه العمالة إلى مستويات من الخبرة والكفاءة؟ وإن وصلنا إلى مستوى من المهارة عند العاملين عندنا وخبراتهم العالية، هل ينعكس هذا على جودة المنتج المقدم وفي الحقيقة يصبح العاملين عندنا هم العنصر المنافس اللي نقدر نتفوق به عن الآخرين؟ أخذنا مفهوم الشفافية في هذا البحث في مشاكل ثلاثة. في الحقيقة في عدة تعريفات للشفافية الإدارية، وأنا سألت الأخوة الأساتذة التخصص إدارة الأعمال باعتباره مصطلح جديد، أيهما أنفع أن أستخدم في عنوان لهذا البحث، هل أستخدم الشفافية الإدارية أم أستخدم الشفافية فقط؟ فكانت معظم التعارف تربط ما بين الشفافية الإدارية ما بين الفساد الإداري كشف عن الفساد الإداري النزاهة، ولكن معظمها كانت تركز على جزئية أساسية هي عنصر تبادل المعلومات بشكل واضح ومكشوف وصريح بحيث ترأى هذه المعلومات إلى مستوى توصلني أن أتخذ قرارات سليمة تنعكس هذه القرارات على تقديم منتج متميز فتبقي منظمة في السوق منظمة ناجحة. من هذه الجزئية إحنا كوننا فكرة البحث وأخذنا صياغة المشكلة ووضعنا الأهداف. لو أنا وصلت إلى أن الشفافية الإدارية في الفنادق هي عنصر محفز للعاملين ويخلق عمالة جيدة ذات خبرات جيدة وعنصر منافس لهم، هل فعلاً هذه الأساليب جميعها رح تكون كفوءة؟ أي من هذه الأساليب تكون أفضل من غيرها؟ ما هي الطرق التي أستخدمها حتى أكون فعلاً في مطبقة مستوى أو مطبقة أسلوب شفافية متميز في الفندق بالذات وليس كمنظمات أخرى؟ وفي النهاية أهدافي أنه أنا أوجه الإدارات أي نوع من المعلومات ممكن أن ننطيها لهؤلاء العاملين. بالحقيقة جميع مالكي الفنادق، وهذا اللي صادفته أنا أيضا في بحثي باعتباره بحث تحليلي يعتمد على الجانب الإحصائي، لما طلبنا تعبئة الاستمارة كثير من الفنادق رفضت أن تعبينا هذه الاستمارة لأنه فيها بعض المعلومات ممكن تأثر على الفندق كسمعة وكمجال مالي،
ولذلك ما كانت متعاونة باستثناء ثلاثة فنادق متنوعة، يعني ما بين شقق فندقية أربعة نجوم وخمسة نجوم، اتطوعوا العاملين اللي بيها بشكل رسمي إنه يعرفوا لي هذه المعلومات. فمن نتيجة التحليل في الحقيقة توصلنا إلى مجموعة من النتائج. إحنا وضعنا فرضيات لهذه المشاكل، وكانت فرضيتنا الرئيسية إنه هل لو أنا طبقت الشفافية الإدارية راح أطور العاملين عندي؟ هذا من وجهة نظر الإدارة، لكن الشفافية لو طبقت من وجهة نظر العامل، هل راح تحسن إنتاجيته؟ هل راح يكون عامل متميز هو ينتفع بهذا الأمر؟ فاستخلصنا أيضا مجموعة من الفرضيات الفرعية متكونة أمامكم على اللوح مكتوبة لو سمحتونا حتى في عجالة من أمرنا نصل إلى النتائج. إن فرضياتنا في الحقيقة اللي تكلمنا عنها قبل شوية كانت توجد لها علاقات إنه القنوات اللي تستخدمها الفنادق في إيصال الشفافية الإدارية، وهم في الحقيقة استخدموا أربعة مستويات لإيصال الشفافية. أول مستوى في الفنادق كلها كانت تعتمد على رؤساء الأقسام والإدارة الإشرافية في توصيل معلوماتها وتبادل المعلومات بشكل واضح. المستوى الثاني استخدموا الاجتماعات الدورية إنه يكون هنالك توصيل المعلومات. ثالثاً استخدموا عمليات التدريب، إنه أثناء التدريب أنا أوصل معلومة جديدة لكل شيء تطور على مهنة الفندق من ناحية إدخال التكنولوجيا، من ناحية استخدام الكمبيوترات. فبدل ما تتعب الإدارة وضعها أو يتعبون العاملين بها إنه يشرحون ويلتقون بالعاملين، استخدموا أساليب التدريب وقالوا بالتدريب بالدورة التدريبية العامل يستطيع أن يحصل على كل المعلومات اللي يريدها. آخر شيء وبشكل جداً ضعيف طبعاً استخدموا البريد الإلكتروني بإرسال المعلومات إلى العاملين فيما بيناتهم. طبعاً هذا وجهة نظر الإدارة. إحنا من سألنا العاملين، سألت العاملين بعضهم إنه هل كل ما يدور داخل المنظمة أنت تسمعه من داخل المنظمة، أي تجديد، أي تنويع، أي عقد سقاط، أرباح، خسارة، مشاكل، هل تدور داخل منظمتك تعرف منها؟ في الحقيقة كان عندي 27% من العاملين ذكروا إنه في بعض الأحيان يسمعون معلومات عن منظماتهم خارج المنظمة، تجيهم من أصدقائهم في فنادق أخرى، أما داخل منظمتهم فكانوا قليلين ما يسمعون. النقطة الأكثر غموضاً اللي كانوا يعانونها معظم العاملين اللي عندنا في الحقيقة، رحنا رسلنا على شكل استنتاجات على شكل هنا، إنه لما تجي الإدارة وتعمل لك دورات تدريبية أو اجتماعات أو عبر البريد أو أي كان أساليبها هذين الأربعة اللي إحنا عندنا، ما هي المعلومات اللي تطرح داخل الاجتماعات أو خلال اللقاءات؟ فأكدوا بحقيقة أنه 97% من المعلومات اللي كانوا يحصلوها هي فقط لمناقشة مشاكل أقسامهم، يجلسون بكل وضوح وكل صراحة يناقشوها، فكانوا مؤيدين لهذا الأمر. ثاني بالمستوى الثاني كانت مشاكل المنظمة وباقي الأقسام، بس ما كانت تطرح بشكل مفصل واسع بكل المعلومات، لأن النسبة 90 معناها في معلومات من 10% من العاملين إنه ما كانت تنطيهم كل المعلومات كاملة. المستوى الثالث هي الخطط، كانوا يضعون خطط ويبلغون العاملين بالخطة، ولكن إجراءات التنفيذ وكيفية التنفيذ وأساليبهم في تنفيذها ما كانت تفصل بشكل واسع، ولكن معظم 90-80% من العينة كانوا راضين على أسلوب إدارتهم. آخر شيء 67 لما سألناهم حول الشؤون المالية، هل كانت تطرح معلومات مالية تتعلق بمستوى وضع المنظمة ماليا، الصفقات، الأرباح، تعيينك، احتساب راتبك، احتساب ساعات العمل الإضافية، الترقية، كيف تدور تعرفوها، هل لكم معرفة بمستوياتها؟ في الحقيقة 67% قالوا إنه إحنا من تعيننا عرفنا على أي أساس تعيننا واحتساب ساعاتنا الإضافية موحد، ولكن الغموض يلف وضع المنظمة إنه إحنا ما كنا نعرف هل تربح المنظمة في هذه السنة، كم بلغت أرباحها، إيش قد يحتسبون لنا السرفيز اللي هو 10% أو 20%، ليش مقطوعة 25 دينار طول السنة مع إنه أرباح عالية وأرباح منخفضة، فكان يلفها الغموض. بعد ذلك صح صراحة بدي أستعجل حتى يكفيني الوقت وإن كان الموضوع جميل. سألناهم إنه لو إنه الإدارة عند مال العاملين عندما استخدمت الإدارة أسلوب الشفافية وكانت واضحة وصريحة معاكم وما بها أي غموض، شنو المنافع اللي تتوقعون إنه تحققت من هذا الأمر؟ الطرفين الإدارة والعاملين قالوا إنه أول شيء حصلنا في الدرجة الأولى على رضا الزبائن. العامل لما يجي يعرف إن المنظمة محتضنته، ما تخفي عنه أي شيء، متساوي مع زميله إلى مكانته، تبادل معلومات طول الوقت، فكان دائما ينعكس على معاملته على الزبون، فكان 100% إن هنالك رضا للزبائن من خلال تقديم الخدمة لهم.
97% قالوا انه احنا تطورت مهاراتنا، لانه في الدورات التدريبيه اللي كنا نقدمها او نقدمها اياها الفندق كان موحد عمليه تقديم الدوره والكل يعملها، فكانت مهارتنا ترقى الى مستويات عاليه. تحسين الانتاجيه بالنسبه لهم وكذلك بالنسبه لقسمهم، فصاروا يهتمون لانه اعتبروا انفسهم حجر اساس في تقديم الخدمه وتقديم المنتج نتيجة تطويرهم. طبعاً انعكس هذا أيضاً على ارتفاع مستويات جودة الخدمة المقدمة في الأقسام. في حقيقة الأمر إحنا خدنا 3 أقسام فقط، اللي هي الهاوس كيبنج، التدبير الفندقي، الأطعمة والمشروبات، والفرونت أوفيس اللي هي الأقسام الإنتاجية اللي تقدم خدمة الفندق، فكانت هذه النتائج. مستوى 80 من عندنا هنا قالوا إنه بيئة العمل أصبحت مريحة أكثر، لأنه أشعر أن رئيس القسم يعاملني مثل بقية العاملين اللي عندي ومثل بقية الأقسام، ولذلك أنا أرتاح في عملي، إنه أنا مو شخص جاي فقط حتى أنتج وبعد ذلك أخلص ويطردوني أو يلغون العقد، وإنما أنا مبلغ بما يدور داخل أقسامنا. آخر شيء انه في الحقيقه هذه النقطه، انه العينه اللي عندي ذكرت انه 73% منهم قالوا انه فكره وجود الشفافيه جعلت عندي نوع من الولاء لهذه المنظمه. انا ادافع عن فندقي وانا انشر الاعلام الجيد عن فندقي لانه الفندق ما خبى عني شيء، ولكن 27% منهم لما سالتهم هل هذا جعلك انه انت تقرر ما تترك